وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على مزيد إفضاله وواسع عطائه، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هدانا لدينه الذي ليس فيه التباس، أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا خير كتبه، كتاب محكم البيان واضح البرهان، فيه الوعد والوعيد، فيه النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وكل خلق كريم. أيها المسلمون، هذا كتاب الله، معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، هو الحق ويهدي للحق، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيه البيان والتبيين، فيه الأمر والنهي، فيه الخبر والإخبار، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كتاب أنزله الله لنتدبره ونتعقل معانيه، ليكون وسيلة إلى صلاح قلوبنا وأعمالنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله ليعبد وحده لا شريك له. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، محفوظ بحفظ الله من أيدي العابدين زيادة أو نقصانا. إنا قال جل وعلا: وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو خير هو أحسن الحديث وخير الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أنزله الله ليكون شرفا لهذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون،